من 5 شهور دكتور فود عبالي سوشي اليوم بثلاث محلات ومشيت من الافضل بيناتهم. مشكلة اليوم احد ولا محل سوشي فاتح، فقررت اعمل سوشي بالبيت. يلا نعمل سوا. الشيء المبدع بالموضوع انه اليوم حنستعمل قالب كيك لنعمل سوشي على طريقتي انا. فيلا اول شيء نحضر رز السوشي. انا ما عندي رز ياباني، عندي رز مصري، رح استعمله كبديل. نستعمل كوباية ونص رز، منغسلهم. اليوم رح نعمل سوشي كيك والكل متحمس للسوشي. حنحط الرز، منحط 3 كبايات مي، نحط معلقة زبدة صغيرة أو زيت سمسم، ويلا نقطع الخضرة اللي رح نستعملها بالسوشي كيك. يلا نقطع الخيار والجزر ونقشم. نقطعهم كتير رفع. عنا افوكادو، هيدا الافوكادو من الارض مرحبا، نحطه ومنقطعهم. سو لحتى نقدر نوصل قد ما فينا لرز السوشي بدنا نحط سكر مع خل ونحطه على الرز. بتحتاجوا خل ابيض. اوكي سكر. عندي حبة مانجو، خلينا ندوقها، ممتازة. شو لازم فكركم نحط جنب السوشي؟ قدم مامي. تعالوا لنسخن مي ونسلقهم نص سلقة. قبل الغليان بشوي حنحط قدم مامي. هيدا سموكت سامن برضو حنحطه زي ما هن. الرز استوى، حاحط السكر مع الخل، والرز هيك صار جاهز. بدي احط عليه شوية سمسم. القدم مامي غلي، خلنا نشيل. نحط بس ملح. في عندي بيبي شريمب وراح اشويهم شوي، شوية زبدة، عصرة حامض وشوية ملح. بتجيبوا قالب كيك مثل هيك، حط الشريمب البيبي شريمب هون. نفس الشيء نرجع منحط الرز الباقي فوقه. بعد ما نطرناهم ليبردوا هلا حنقلب الكيك. الله يستر.
خلنا نرخيها عليه. خلص نزل. يلا حنحط كل هدول على الوش. نبلش بالافوكادو. رح نقسمهم سكشنز على الوش. نحط الجزر. نحط مانجو. زي ما هن. خلنا نحط منهم. خيار. حنحط سامن، سموكت سامن. نغلف التغليف. اوكي. خليني اخففها. ناخد شوية ادمامي. في عنا هيدا الكراب. هيك رشة سمسم. نحط ادمامي. صويا صوص. انا ما عندي وسابي بس يجبلي بتحطوا وسابي مع الصويا صوص. خلينا نحمل هيدا البوت بكراب وشغلات. وهيدا غدانا ليوم الاحد. انتو شو تغديتوا؟ اكتبولي بالتعليقات.